عزيزتي دودي، لا أظن أن مكاناً بهذا اللطف قد يحمل أشرارا. ألم تتعلم شيئاً من زيارتنا للملكة بلقيس؟ الأماكن الأكثر استقراراً ورخاءً تكون الأكثر عرضة للغزو. يجب أن نتأكد من القادمين أولاً. لا أريد أن أقع عرضة للأسر. لا تعرف كم كان تطار قاسين ومتوحشين. اطمئني، لم يغزو التتار اليمن مطلقة. كانوا الأحباش أو البرتغاليين، المماليك، الأتراك أو الإنجليز. يا إلهي، كم هو مرهق على أرض أن يطمع بها كل هؤلاء. انظري إلي يا صديقتي، لم نسافر كي نبقى مختبئين. ابقي مكانك وسأخرج أنا لمعرفة الزمن الذي انتقلنا إليه. لا تخشي الأسر، سأنقذك إن تم أسرك. إن تمكنت من ذلك. أيها المتهور، سنقع في المتاعب، أنا واثقة من ذلك. لست مطمئنة يا نشوان. قلت لك لا تخشي شيئا، اصمتي وحسب. توقفوا، من أنت أيها الولد وأين دارك؟ لا أعرف، يبدو أنني أضعت الطريق. هل لكم أن ترشدونا إلى موقعنا؟ كما أنني لا أتذكر في أي يوم نحن. نحن في يوم احتفال الحصاد السنوي يا فتى. لا بأس لا بأس، غالباً ما يتوه الأطفال عن أهاليهم أيام المناسبات. اصعد معي حتى نستدل على أهلك، سيجتمع الناس مساء اليوم، لا بد وأنك سوف تجدهم هناك. هل لي أن أعرف من هي صديقتك؟ إنها صديقتي الدراجة دودي، جاءت لزيارتي من بلدة بعيدة. ظننت ذلك، لم أرى مثلها من قبل، شكلها غريب. هيا بنا هيا بنا، سيبدأ الاحتفال قريباً.